فقدان أدوية في تونس ليس بالمسألة المستجدة، إذ يشهد البلد منذ 4 أعوام انقطاعاً متكرراً لبعض الأدوية الحيوية. فالصيدلية المركزية المسؤولة عن توريد الأدوية تعاني من صعوبات مادية كبرى. الأسباب بتاع الفقدان هذه الأدوية هما زوز أسباب. السبب الأهم والأساسي هو التوازنات المالية متاع الصيدلية المركزية اللي ما هيش قاعدة توفي بوعودها تجاه المزودين الأجانب، ولذا فما اضطراب في التزويد. يعني بعض المزودين وقفوا عن التزويد، فما بعض المزودين قاعدين يبعثوا في كما نقولوا في الأدوية بكميات صغيرة أقل من كميات المطلوبة، ولذا فما معناتها بعض الفقدان في الأدوية هذه المستوردة. الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة في تونس التي فاقمها فيروس كورونا انعكست سلباً على قطاعات الصحة والأدوية، لكن كل هذه المشاكل قد تبدو غير مهمة أمام مريض يبحث عن دواء لينقذ حياته فلا يجده. المواطن قاعد يعاني من نقص الدواء. أنا عندي نسيبي، عندي نسيبي مريض بالكونسير وقاعد يعاني مسكين وما لقاش الدواء. علاش؟ من التهري. إشكالية فقدان الدواء من القديم، مش من توا، مش جديدة حكاية، عندها فوق 10 سنين و10 سنين تالي، وإحنا نعانيو في الحكاية هذية. نقصان معناتها الدواء هذا بضر برشا عباد ضرهم. راهو إحنا توا نحكيو هكاكا، شوف اللي أكبر مني واللي عنده مرض أقوى من مرضي أنا، شوف شنو صاير فيه توا. وقد أدى هذا الوضع بالعديد من المؤسسات المختصة والتنظيمات الاجتماعية إلى دق ناقوس الخطر والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية لإنقاذ المنظومة الصحية في تونس من الانهيار.